إذا ما كانت إيران يعني تمارس هذه الأعمال حتى اللحظة يعني عبر يعني ميليشياتها ودروعها في المنطقة، ربما هنا أيضا نفس السؤال وبصيغة أخرى سيد نعيمي، إيران اليوم هل هي تختلف عن إيران الأمس؟ يعني اليوم فريق إبراهيم رئيسي يختلف عن فريق روحاني السابق؟ لا أعتقد أن هنالك فرق بشكل مطلق، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحاكم الحقيقي هو المرشد، وإنما هذه الأدوات المستخدمة في يعني في تعاملاتها التي تجريها على المسار السياسي لا قيمة لها بالنسبة لمشروع المرشد. إذا ما أخذ أيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطرف الآخر وهو المسارات النووية، يعني في المسارات التفاوضية إبراهيم رئيسي يهدئ من روع الولايات المتحدة ويحاول إعادة فتح هذا الملف بشكل كبير، وكذلك أيضا إجراء مشاورات المنطقة، وكان آخرها عندما أجرى في قطر. لكن بالمقابل جانب الطرف الآخر وهو طرف المرشد الآن يصعد، عندما نشاهد ما يجري في الساحة العراقية بخلاف ما بين البيت الشيعي، نحن نتحدث اليوم عن مجموعة الإطار التنسيقي يقابلها كتلة الصدر، يعني بموجب تلك التداعيات وما حصل ما بعد تلك التداعيات والزيارات المكوكية التي يجريها قائد الحرس الفيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني إلى المنطقة العربية، هي بحد ذاتها رسائل بالنسبة لجناح المرشد بأنهم ماضون في عمليات عسكرية والاستفزازية في منطقة الشرق طيب. الأوسط، وأنهم يعني هنالك بعض التحذيرات التي تطلقها ذات المجموعة بأنها لن يكون هنالك تشكيل حكومة عراقية لا تتبع لا. لمشروع ولاية الفقيه، بمعنى آخر أنهم مستمرون وماضون في تلك الخطة، وإنما التصريحات السياسية التي يجريها بعض المسؤولين الإيراني لا قيمة لها بالنسبة طيب. لهم.